أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نتعرف على طريقة ضبط المصنع لأغلب الراوترات المتوفرة بين إيدينا. طبعا الطريقة رح تكون عن طريق الهاردوير أو من الخارج من خارج الراوتر، ورح نتعرف على طريقة ضبط المصنع كذلك الأمر من السوفتوير من داخل الراوتر. خليكن معنا. أول شيء رفقاتنا بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، وإذا كان عندك أي استفسار أو تعليق على هذا الفيديو اللي عم بحكيه أو عن أي راوتر من الراوترات اللي عم بشرح عنها، اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، ولا تنساني بالإعجاب إذا عجبك الفيديو، وكذلك الأمر إذا ما عجبك الفيديو حط لي ديسلايك ما في مشكلة. إذا مثل ما ذكرنا رفقاتنا، أول شيء إذا الراوترات فيني أعمل لها ضبط مصنع من الخارج بشرط وصلها على الكهرباء. طيب رح تسألني ليش أنا بحاجة لضبط المصنع من الخارج، مازالني بقدر فوت على الراوتر من الداخل من عن طريق السوفتوير عن طريق الكمبيوتر أو اللابتوب. صديقي ممكن يصير مشكلة معنا اللي هي يصير تجميدة بالراوتر، يصير تجميدة بأضواء الراوتر، ما تقدر تفوت على قلب السوفتوير عن طريق كابل الشبكة أو عن طريق الكمبيوتر أو اللابتوب أو الموبايل. بالتالي انت مضطر لانك تعمل له ضبط مصنع للراوتر من الخارج. كيف بدي اعمل ضبط مصنع للراوتر من الخارج؟ اصدقائي اغلب الراوترات لها دبوس او مكان لادخال دبوس، تمام، بخلف الراوتر او على جانب الراوتر لضبط المصنع، وغالبا اغلب الراوترات 10 ثواني بالضغط على هذا الدبوس لمدة 10 ثواني بيعمل ضبط مصنع. واجهتني مرة براوتر ما بذكر شو هو، يمكن اعتقد نتجير، طلب 15 ثانية، ولكن اغلب الراوترات 10 ثواني بيعمل ضبط مصنع. كيف بتأكد انه عمل ضبط مصنع؟ بتلاحظ انه اضواء الراوتر كلياتها عملت مثل ريفريش كاملا، وكأنه طفى وشعل من اول وجديد. فمثلا راوتر دي لينك مثلا اذا بدي اعمل له ضبط مصنع، بلاحظ انه مكان الدبوس الخاص فيه بهذا المكان، وبلاحظ انه مكتوب عليه عباره ريسيت او حرف الار، وبالضغط بشنجل او دبوس صلب نوعا ما لمده 10 ثواني. وعلى فكره ولما بتضغط بتحس انه في زر انكبس معك لمده 10 ثواني، بتضلك ضاغط عليه ما بتلاقي الا الاضواء اللي على الراوتر طفت وشعلت كلياتها ورجع مثل عمل إعادة إقلاع، بالتالي محت جميع الإعدادات اللي على الراوتر. ملاحظة رفقاتنا، كل شيء إعدادات رح تنمحها، يعني رح تروح إعدادات الإنترنت، مزود خدمة الإنترنت، الوايرليس، اسم الشبكة، كل ما إلى هنالك، كلمات السر، كل شيء رح يروح، رح يرجع الراوتر جديد وكأنك هلأ فتحته من الكرتونة. هي بالنسبة لراوتر الديلينك. بالنسبة عندي لراوتر التندا نفس الشيء، ما له دبوس ولكن له زر، له زر كامل، بالضغط عليه بشكل سريع ما بيساوي شيء، ولكن بالضغط الطويل لمدة 10 ثواني كذلك الأمر أضواء رح تعمل ريفريش، تمام، ريفريش سريع، وبالتالي رح يعمل ريسيت وضبط مصنع. راوتر تي بي لينك والمشهور واللي أكثر الناس عندهم منه كذلك الأمر، إما بيكون بمكان وضع دبوس الموديلات القديمة، وإما بالموديلات الحديثة مكتوب هون عندي واي فاي سلاش ريسيت، نفس الزر إذا بتضغطه ضغطة واحدة سريعة رح يطفي الوايرلس بالراوتر. ضغطة طويلة لمدة 10 ثواني رح تلاحظ أنه أضواء الراوتر كلها تشعلت وطفيت وعمل ضبط مصنع كامل للراوتر، ومحيت الإعدادات كاملة من جواته. أخيرا عندي راوتر الأزوس، كذلك الأمر رفقاتي من الخلف منلاحظ في مكان ها هنا ليكو، تمام، لإدخال دبوس كذلك الأمر بالضغط لمدة 10 ثواني تماما رح يعمل كذلك الأمر ريسيت وضبط مصنع للراوتر كاملا، ويرجع الراوتر لنقطة الصفر وكأنك هلأ اشتريته وتروح الإعدادات كاملة منه. هلأ رفقاتنا رح ننتقل لجهاز الكمبيوتر ونشوف كذلك الأمر صفحات برمجة الراوتر وإعدادات الراوتر، كيف عن طريقها بقدر أعمل ضبط مصنع لهدول الراوترات عن طريق الموبايل أو عن طريق كابل الشبكة على اللابتوب أو الكمبيوتر. وهلأ مننتقل أصدقائي لجهاز الكمبيوتر لنتعرف على طريقة ضبط المصنع لأغلب الراوترات عن طريق السوفتوير عن طريق لوحة التحكم أو لوحة البرمجة الخاصة بالراوتر. قبل ما أبلش رفقاتي بحب أقدم لكم نصيحة، لا تشتغل بالراوتر إلا عن طريق كابل الشبكة، حاول تكون متصل بالراوتر عن طريق كابل الشبكة على الكمبيوتر أو على اللابتوب، لأنه أغلب
شركات الراوترات بتوصي بهذا الشيء أثناء البرنامج أو أثناء ضبط الإعدادات، إلا بالراوترات إلا انتبهها إلا بالراوترات اللي ما لها كابل شبكة أو هي بتكون أساسا وايرلس أو إلى طريقة معينة ما بتنضبط إلا عن طريق الوايرلس، ولكن 90% 99% من الراوترات موجودة كلياتها تنضبط عن طريق وصل الراوتر بكابل الشبكة. ممكن يجي شخص يقول لي هلا يا اخي انا بقدر برمج الراوتر عن طريق الوايرلس وانا بتصل فيه عن طريق الجوال، صح كلامك ما في خلاف عليه، ولكن الافضل والموصى به من الشركات هو عن طريق كابل الشبكه المتصل بالكمبيوتر او باللابتوب. طيب هلا في شغله رح نتفق عليها شباب اثناء ضبط المصنع لاغلب الراوترات المنتشره والمعروفه بيناتنا، اللي هي بعض العبارات اللي رح تلاحظها بكل راوتر رح تتكرر او شبيهه ببعضها. رح ننتقل اول شيء لعند راوتر تي بي لينك بواجهه، وفي عندي راوتر تي بي لينك بواجهه ثانيه، وكذلك الامر براوترات ثانيه. راوتر التي بي لينك اصدقائي بنلاحظ هون في عندي عباره اسمها سيستم تول، وداخل السيستم تول في شغله اسمها فاكتوري ديفولت او ريستور. لاحظ عبارات رح تتكرر معنا كثير، اذا فاكتوري ديفولت مجرد فت عليها ريستور، ولاحظ حاطط لك تحذير انه كل شيء رح يرجع لحاله ضبط المصنع. هاي بالنسبه لراوتر التي بي لينك بهي الواجهه اللي عندي اياها. طبعا ملاحظه بيسالني البعض كيف انا بدي فوت على قلب واجهه الاعدادات. طبعا اغلب الراوترات عن طريق 192.168.1.1 بفوت على واجهه الراوتر اللي عندك، تمام. طيب طبعا في راوترات لها طريقه ثانيه بالدخول، ممكن 01 ممكن 050 لراوترات الدي لينك القديمه، هذا الشيء مكتوب خلف الراوتر او على صندوق الراوتر او بكتالوج الراوتر. ننتقل لعند موديل ثاني من عند تي بي لينك، ننتقل لعند شغله اسمها مينتي نايند الصيانه، كذلك الامر رح نلاحظ شغله اسمها اس واي اس ريستارت، وفي هون فاكتوري ديفولت سيتنج بعمل لها ريستارت بيرجع ضبط المصنع للراوتر، وبرجع بكرر وبذكر انه رح ينمحى كل شيء على الراوتر، رح يرجع وكانك هلا فتحته من الكرتونه، رح تروح اعدادات الانترنت كليا مع اسم شبكة الوايرلس، مع باسورد الوايرلس، مع أي إعداد أنت سابقا كنت حاطه بالراوتر. ننتقل عند راوترات دي لينك. راوترات دي لينك أصدقائي كذلك الأمر تولز سيستم، داخل سيستم في عندي شغلة اسمها ريستور تو فاكتوري ديفولت سيتنج، إذا رح يعمل ريستور ديفايس، يعني رح يعمل ضبط مصنع كامل للراوتر اللي بين ايدينا. ننتقل لعند راوتر نيتس مينتي ناينز، لاحظ العبارات عم تتكرر معي، مينتي ناينز سيستم ريستور ديفولت كذا، يعني كلها عبارات رح تتكرر واغلب الراوترات موجوده فيها. باك اب ريستور كذلك الامر ريبوت مثلا، هي بريبوت، تمام. داخل ريبوت موجودة بفاكتوري ديفولت كونفيجوريشن، بنلاحظ بهذا المكان وبتقول له ريبوت ورح يعمل ضبط مصنع فاكتوري كامل انه يرجع لضبط المصنع. هي بالنسبة لراوتر نتس. بالنسبة لراوتر ازوس بننتقل لعند ادمنستريشن، داخل ادمنستريشن في عندي هون شغلة اسمها ريستور سيف ابلود سيتنج، بضغط عليها وبلاحظ انه في عندي شغله اسمها فاكتوري ديفولت ريستور، تماما هون رح يعمل لي ضبط مصنع كامل للراوتر. شوفي عندي كمان عندي لينكسز الماركه المعروفه، كذلك الامر ادمنستريشن، داخل ادمنستريشن في عندي فاكتوري ديفولت، وكذلك الامر بعمل ضبط مصنع للراوتر كليا. اذا كل الراوترات اصدقائي فيك تعمل لها ضبط مصنع من داخل لوحه التحكم او لوحه الاعدادات الخاصه بالراوتر، ومثل ما شاهدنا انه كلياتهم بيتميزوا او بيجتمعوا على بعض العبارات فاكتوري ديفولت ادمنستريشن سيستم تول، كلياتها العبارات هي بتلاحظها بلوحه التحكم موجوده. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناه تقنيه عربيه.